هنروح لاتحاد الجمباز طبعا الدكتور ايهاب امين اللي كان ضيفنا في الحلقه اللي فاتت، رئيس اتحاد الجمباز واللي بتعمل طفره كبيره جدا. افتتح اول امبارح بطوله كاس الفراعنه الدوليه للجمباز الايقاعي واللي بتتلعب على صاله مدينه الشباب والرياضه ب 6 اكتوبر في الفتره من 18 لحد 20 يونيو اللي احنا فيه. البطوله دي بيشارك فيها 12 دوله وهم اذربيجان، اوكرانيا، جورجيا، مولدوفا، اليونان، المجر، بولندا، ايطاليا، لبنان، روسيا، اوزبكستان، ومصر البلد المضيف، باجمالي 373 دوله او 373 لاعبه، مش دوله، لاعبه. واكد ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ان كل الوفود واللعيبه اللي وصلوا لمصر عشان يشاركوا في البطوله تعمل لهم مسحه طبيه، طبعا ده بروتوكول وزاره الصحه تحت اشراف مسؤولين طبعا من وزاره الصحه، وبنعمل كل الاجراءات الاحترازيه عشان نحافظ طبعا على الوفود الموجوده واللعيبه، وده اجراءات مصر بتعملها. ممكن ساعات البطولات زي ما قال دكتور ايهاب امين البطولات الدوليه مش مشترطه المسحه، ولكن وزاره الصحه ليها البروتوكول بتاعها يحترم وبينفذ. رحنا طبعا صورنا تقرير في البطوله دي، نتفرج على التقرير مع بعض وارجع لحضراتكم تاني. الحقيقه هي بالنسبه للايقاع هي اول واحده، انما احنا عملنا بطولتين لكاس الفراعنه بس الفرع الثاني اللي هو الايروبيك، فالناس هنا بدات تبقى متدربه وعارفه الرولز بتاعه البطوله وطريقه الاستعدادات بتاعتها. الحمد لله المجموعه النهارده شغاله بكفاءه عاليه جدا، والبطوله فيها امور صعبه شويه لان جمباز لعبه تكنيكال عاليه قوي، محتاجه سكورينج سيستم، محتاجه اجهزه كمبيوترات سوفت وير. الحمد لله الاتحاد موفر الكلام ده كله، فاحنا نقلنا الاتحاد المصري الجمباز نقله كبيره قوي، واحنا النهارده بنقارن مستوى ادائنا بمستوى اداء الاتحاد الدولي. الحقيقه ده عيب علينا كبير، بس الحمد لله احنا عندنا دعم كبير قوي من الوزاره واللجنه الاولمبيه، دكتور اشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضه معانا ومتابع معانا، وفي دعم مالي ومادي، الدوله موفره لنا حاجات كتير جدا، فكان دور علينا ان احنا نتحمل المسؤوليه ونشتغل ونأدي بهذه الكفاءه. يعني الحمد لله مجموعه الشباب اللي معانا في الاتحاد مجموعه كبيره قوي زي ما يمكن حضراتكم شايفين، البطوله كلها بتدار او البطولات كلها اللي احنا عملناها بتدار بمصريين شباب مصر، سواء بنات او رجال، حاجه تفرح وحاجه تشرف. عندنا هدف واحد، ازاي نحط مصر على المكانه اللي تستحقها على الخريطه العالميه، هو ده هدفنا. احنا الحمد لله الاتحاد بيتعاون باسلوب حرفي، الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد عمل مجموعه متناسقه مع بعض متجانسه في العمل، ساعد ان احنا نقدر نعمل عمل ورا عمل ورا عمل، بحيث ان احنا بقينا في الاتحاد الدولي مسمعين ان مصر تقدر تنظم بطولات. طبعا في صعوبات بسبب البانديميك والكورونا حاليا، لكن بصراحه التنظيم الدولي اللي حصل في افريقيا وكاس العالم وليها هنا وقبليها في شهر 4 كانت بطوله الايروبكس، خلى الدول تعرف ان مصر قادره وان احنا عندنا الاستعدادات وعندنا التعليمات الطبيه والمحافظه على التباعد الاجتماعي، والحاجات دي كلها خلت الناس تبقى واثقه ان هم هيجوا ويبقوا امنين في مصر. الاتحاد في اخر شهر 3 بطولات مش بطولتين، يعني واحده الايروبيك وواحده كاس عالم والنهارده، بس هي الايروبيك والفراعنه وده النهارده دي بطوله انديه مش بطوله منتخبات. فالحقيقه ده نقدر نقول عليه ترتيب الاتحاد من الالف للياء، لكن بطوله العالم الدوله كلها اشتركت في تنظيمها، احنا كنا الجزء الفني فيها بس، يعني وزاره الصحه هي كانت مامنه الفقاعه، ووزاره الداخليه كانت مامنه الدخول والخروج ليها، ووزاره الرياضه هي اللي قامت يعني بالانفاق على البطوله. ما نقدرش نقول الاتحاد كان ليه دور قوي في ان هو يجيب البطوله اللي نشتغل عليها 3 سنين ونص، اللي هي بطوله صعبه ان هي تيجي، وبعد كده الاتحاد هو اللي كان الجزء الفني في الافتتاح وفي الامور التنظيميه. يعني احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت قدرنا ان احنا برضو كل ايفنت للتاني احنا بنشوف احنا عملنا ايه وبنطور من نفسنا، والحمد لله مجهود المجموعه كلها وتحت رئاسه الدكتور ايهاب رئيس الاتحاد والمجموعه كلها وكل الناس اللي شغالين في الاتحاد حتى اذا كان فولنتيرز او موظفين. الحمد لله المره دي الموضوع كان اسهل شويه بالنسبه لنا، الايفنت كويس، التحضيرات الحمد لله لحقنا نخلص في الوقت المطلوب، ما يعني كانش فيه برده الضغط اللي فاتت، والحمد لله المره دي برده البلاد المشاركه الحمد لله ازيد حتى كمان من بطوله الايروبيك اللي كانت موجوده في شهر 4، وده نتيجه
الكام بطوله الحمد لله احنا عملناها في الفتره اللي فاتت، والناس شافت احنا الترتيبات والتحضيرات اللي احنا عاملينها من كل اذا كان الحاجات الطبيه او الاحترازيه موضوع كورونا، تحضيرات الملعب، التحضيرات اللوجستيكيه، ان برضو يبقى كده عندك بحثات كتيره برضو محتاجه تحضر لها كويس قوي للوصول للوفود والتسكين. فالحمد لله الموضوع احنا كمان بالوقت بناخد خبره كويسه، وكل المجموعه الحمد لله متعاون جدا، وكل الموضوع حبا في الجمباز. I was saying the organization has really been excellent, absolutely excellent, and I was first here for the هو شايف ان استعدادات كاس العالم كانت فوق الممتاز، وان هو شايف ان احنا نظمناها ولا كاننا بننظمها بقالنا 10 سنين، فهو شايف ان ده حاجه مهوله. وهنا كمان البطوله هنا واستعدادات والدول مع الاحترازات الامنيه للكورونا. COVID, but their protocols have been very very good. I feel completely safe. هنا بيبقى انا عارفه ان انا في مكاني وفي سبورترز كتير حواليا، وان انا ببقى على الارض اللي انا متعوده عليها، فبقى مور كولم. بس بره ببقى لهم مزنوقه واخده حته ومش عارفه اي حد حواليا. المدربه بتاعتي بتبقى انا وهي لوحدنا كده. اهلا بحضراتكم من جديد. بس الحقيقه انا شفت التقرير معاكم، عندي تعليق صغير. طبعا شفنا يعني كلمه رئيس الاتحاد الدولي، وشفنا قد ايه هو اشاد بتنظيم مصر اللي نظمته سواء في البطولات السابقه والحاليه. والحقيقه مصر زي ما قلنا وبنعيد وبنزيد، مصر اصبحت قبله الرياضه في العالم. صدقوني يا جماعه الكلام ده حقيقي، وبيدل على كل كلام الضيوف اللي بيجوا مصر بيحسوا ان مصر ليها خبره كبيره جدا في التنظيم، وده بسواعد مصريه 100%. وشفنا كمان اللاعبه اللي في الاخر بتقول، طبعا لعبه الجمباز، بتقول الحقيقه انا في بلدي ووسط ناسي، بتقول يا حبيبتي بطريقه عفويه، يعني هي صغيره لسه طفله طبعا، بتقول قد ايه انا ببقى مبسوطه ان انا في مصر، وببقى عندي ثقه، وببقى هاديه لما بطلع مره، ببقى واخده جنب، يعني بتكلم يا حبيبتي بايه، ببراءه. بس ده بيدل قد ايه تنظيم البطولات ده بيدي خبره كبيره جدا للاعبات وثقه.